حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي حفل الاستقبال الذي يقيم مساء اليوم في مركز دبي التجاري العالمي لمناسبة زفاف سعيد عمير جمع عمير بن عتيج الفلاسي إلى كريمة السيد ناصر صرع واضب حميد بن أحمد المرة. وحضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وأقارب العروسين. وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لقبيلتي الفلاسي والمرر أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنيا لهما سمو حياة زوجية سعيدة مفعمة بالحب والرفاء والبنين. شد على الهامات وطوله مرحبا مرحبا يا شيخنا محمد يا ابو راشد على الهامات وطوله مرحبا مرحبا يا شيخنا محمد يا ابو راشد على الهامات وطوله مرحبا مرحبا يا شيخنا محمد يا ابو راشد على مرحبا مرحبا يا شيخنا محمد يا ابو راشد على الهامات وطوله مرحبا مرحبا يا شيخنا محمد يا ابو راشد على الهامات وطوله مرحبا مرحبا يا شيخنا محمد يا ابو راشد على الهامات وطوله امتى غربك شيخنا.